احنا اذا تقصد اني كعراقي او عربي او كمسلم اتحسس من دوله راعيه للارهاب، دوله تقتل ناس ابرياء واطفال ابرياء في اليمن وفي البحرين، وتجي تسالني لماذا انتم تتحسسون من هؤلاء المجرمين الاوغاد؟ هؤلاء يتكلمون باسم الدين وهم بعيدين جدا عن الدين. الدين الاسلامي هو دين حق، دين سلام، دين محبه، دين اخوه. هذه ما تجدها. الان احنا نلاحظ السعوديه هي مركز للارهاب وقمه في الارهاب والدعم الارهابيين بالعالم ومنهم داعش. فنحن عندما نحارب داعش، نحن نحارب الفكر الوهابي التكفيري الإجرامي الذي لا يمت للإسلام بصلة. نحن لا نتحسس من أفراد، نحن نتحسس من فكر، وهذا الفكر هو فكر خطير. وشفنا هذا الفكر خطير على الإنسانية ككل وليس على العراق أو بحرين أو اليمن. لهذا السبب نحن نتحسس. ليست هناك طائفية بالعراق على مستوى الشارع العراقي. الطائفية التي تجودها اليوم في العراق هي طائفية سياسية، هي ذول المرتزقة السياسيين اللي هم مدعومين من قبل السعودية وغير وقطر وتركيا. هؤلاء هم الطائفيين وهم الذين يردون تمزيق وحدة الشعب العراقي وقوة العراق. نحن ليس لدينا. العراقيين عاشوا بسلام مئات السنين وآلاف السنين، فليست هناك تفرقة بين سنة أو شيعة. هذا ما يتكلم، والدليل بأنه مقاتلي الحشد الشعبي يقاتلون دفاعا عن أرض الوطن في كل الجبهات، في كل أراضي العراق. ليس هناك هاي أرض شيعية وسنية، ما عندنا هذا الشيء. أنا شخصيا رحت، أنا عايش في بريطانيا، شخصيا أنا رحت للجبهة ورحت إلى الجبهة ورحت التقيت مع المقاتلين العراقيين الشباب وهم أكثرهم من الطائفة الشيعية. ليس هناك أي تفرقة، صدقني العراقيين احنا موحدين، وحاولوا تفريقنا وفشلوا. ولهذا السبب تلاحظ هذه الأفلام التي تتحدث 90% من عندها مففركة وليست حقيقية ولا تظهر الحقيقة الواقع العراقي اللي عاش مئات السنين متآخين متحابين. نحن نقول للمملكة العربية السعودية، إذا أنت تقول أخي يخشون هم من الطائفية ومن الاعتداء على السنة، نقول لهم أنتم احموا أهلكم وشعبكم في السعودية، أوقفوا إصدار الإرهاب وفتاوي الإرهاب. هؤلاء هم المجرمين، هم الذين يسببون كل هذه المآسي في المنطقة وفي العالم. إذا السعودية تريد تحافظ عليها، السعودية الآن منتهية، دولة منتهية. القانون الأمريكي جاستا اللي طلع هذا أنهى على السعودية، وبس انتظر مسألة وقت. هؤلاء المجرمين كشفوا أمام العالم. الآن الحكومات الغربية كلها تصرح بذلك، وكنا وحدنا احنا الرسالة اللي نوصلها بأنه العالم الآن بدأ يعرف من هو مصادر الإرهاب وأين مصادر الإرهاب. لهذا السبب يجب أن نقف في المصدر، في مكان، في مركز الإرهاب.